السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي في الله، مرحبا بكم في الدرس الأخير من مشروع المدخل الهيدروليكي. اليوم إن شاء الله غادي نديرو لا ميز أون بلان ديال لا بومب. نبدأ على بركة الله، ندخل إلى نوفو، نضغط على ميز أون بلان، نضغط على أوكي. وبعد ذلك إخوتي في الله نختار فورما أتخوا لاندسكايب، نضغط على أوكي، نضغط هنا دو فوا ونضع هذه هنا، نضغط على هذه، نضغط على utiliser une échelle personnalisée. ندخل إلى هنا، نختار définir par l'utilisateur، ونضع هنا واحد نقطتان، عفوا واحد فاصلة 15، نضغط على OK. positionner le dessin. وبعد ذلك ندخل إلى disposition des vues، وندخل إلى في en coupe، ونختار في en coupe، ونضع هذا الخط في المنتصف. على هذا الشكل نضع علامة على هاشيغاج اوتوماتيك اي اكسلير لا فيسري، ونضغط على اوكي. ونضعه في هذا المكان. نحرك هذه الى هنا فوق. وبعد ذلك إخوتي في الله ندخل إلى Annotation، ونختار Build Automatic، نضغط هنا وكذلك هنا، ونختار Dispose les Builds en carré، نضغط على OK ونحرك هذه les Builds على الداخل ديسان. وندخل إلى طابل، نختار نوموكلاتير، نضغط هنا، نضغط على أوكي، نضغط هنا ونحذف ديسكريبسيون، ونغير حجمه قليلا، ونأخذ من هنا ونحركه من ديبلاسي ونضعه في هذا المكان. ولأجل تغيير المعلومات في الكارتوش ندخل إلى فون دو بلان، ونضغط على ديفينير ان كارتوش، ونحدد في الأول يجب أن نحدد الأماكن التي نريد أن نملأها. على سبيل المثال هذا وهذا وهذا وهذا، ونضغط على أوكي. وذلك نأتي إلى هنا لنملأها، على سبيل المثال نضغط أوكي. ولأجل تغيير حجم الخط ندخل إلى Editer le fond de plan، نأخذ هذه على سبيل المثال، نغير الخط نغير الحجم، ذلك نخرج. والآن نمر إلى ديسان دونسومبل إيكالتي.
ولعمل ديسان دونسومبل اكلاتي نضغط على في اكلاتي نختار دي 5 فيس ونأتي إلى هنا نضع 170 نضغط أبليكي نضغط تيرميني بسيليكسيوني دو بيس ونضع هنا 240 نضغط أبليكي ونضغط تيرميني بسيليكسيوني نضع هنا 180 نضغط أبليكي تيرميني سيليكسيوني نضع هنا 120 نضغط أبليكي نضغط تيرميني سيليكسيوني لي دو زاكس نضع هنا 80 نضغط أبليكي ونضغط على تيرميني عفوا سيليكسيوني دو زاكس نضع هنا نضغط على أبليكي نضغط تيرمين والجهة الأخرى كذلك سيليكسيوني لي 6 فيس نضع هنا 200 نضغط أبليك نضغط على انفيرسي ونضغط أبليكي نضغط تيرمين سيليكسيوني ونضع هنا 140 نضغط أبليكي نضغط على انفيرسي نضغط أبليكي تيرمين سيليكسيوني نضع هنا 80 نضغط أبليكي نضغط على انفيرسي نضغط تيرمين نضغط أوكي. بعد ذلك إخوتي في الله بوزيسيوني لا بومب وندخل إلى نوفو ندخل إلى ميزون بلان نختار أطروا لاندسكاب لاندسكيب نضغط على أوكي نضغط مرتان هنا ونضغط ونضع علامة على في دي موديل أكتيل ونضعه هنا نضغط على يس نضغط هنا ندخل إلى إتيليزي إنيشال بيرسوناليزي نأخذ ديفينير بار لوتيليزاتور ونضع هنا 1 إلى 7 نضغط على اوكي بوزيسيوني نضغط هنا وندخل نغير ستيل دافيشاج نضغط على هذا نضغط اوكي بعد ذلك ندخل الى انوتاسيون نضغط على بيل اوتوماتيك نضغط هنا ونختار كاري نضغط على اوكي ونقرب لبيل قليلا بعد ذلك ندخل إلى طابل المكلاتير نضغط هنا نضغط أوكي نضعه هنا نضغط هنا نحذف ديسكريبسيون الآن انتهينا.
ولعمل image rendu نضغط على complement et cocher les deux cases de photo view. ونضغط على OK وندخل إلى هنا، ندخل إلى paint ناخذ هذا نضغط على توش دروات ونضغط هنا وندخل إلى كارتر ونضغط على أبليكي أو نيفو دي كومبوزون ناخد هذا وهذا وهذا نضغط على أوكي. بعد ذلك ندخل إلى هنا ندخل إلى ميتال نختار عصي بولي بوليساج نختار لا لوب نضغط عليها بتوج دروات نختار لا لوب نختار هذه ونختار أجزاء أخرى نضغط على اوكي وبعد ذلك ندخل الى اوتي روندي ونضغط على روندي فينال وننتظر حتى تكتمل الصورة. وعندما تنتهي اخوتي في الله نضغط على انروجستري ايماج ونضغط سيف. شكرا اخوتي في الله على المتابعة.